تيجي تقفل عليها الأشعة بتاعت الألترا فايلوت راديشن تعمل إيه؟ تفصل البط وتخلي واحدة من الكلورين دول كلورين أتوم كده إيه؟ أبوظ. الكلورين أتوم بره دي تبتدي تدور على حاجة تتاخد معاها ما تلاقيش قدامها غير إيه؟ الأوزون. روح تعرف أرفض الأتوم من الإيه؟ من الأوزون تحولها ترجعها إيه؟ أكسجين عادي. خلاص؟ وبعدين الأكسجين مع الكلور بتكون دوره تاخد أسيتيل. أول ما تلاقي الكلين الأكسجين الأتوم التاني تروح ترجعها له وتفضل كده إيه؟ تتفرج. لما تبقى تتفرج تدور على إيه؟ على جزيء تاني من جزيئات إيه؟ الأوزون وتستمر إنها تحول طبقة الأوزون لإيه؟ ترجعها على الأكسجين تاني فبالتالي كذلك طبقة الأوزون بتبتدي إيه؟ بتبتدي تاني. بس برضه
في العصر يقوم على الدور بروفر خلاص؟ ما يتلخبطش بين الهيدروكلوروكربون والهيدروكلوروفلوروكربون. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الفرق اللي فوق فيها كلور والتاني ما فيهاش كلور. الفرق اللي فوق بتأثر على طبقة الأوزون، اللي تحت ما فيهاش تأثير عليه، على طبقة الأوزون اللي ما فيهاش كلور أو كلورين. بس ليها هاي جي دبليو بي. يعني ايه هاي جي دبليو بي؟ ايوه هاي جلوبال وورمنج بوتنشال. خلاص ايه ان المركبات برضه بتاثر على طبقه الاوزون، حاجه بيبقى فيها الهالوز، الهالوز دي بتبقى فيها برومين وكلورين وهيدروجين وكربون وفلورين. بتستخدم في الفاير اكستنجوشن. الفاير اكستنجوشن يعني ايه؟ طفى لمبه الحريق. مشكلتها بقى ان هي كمان الفيس بتاعها اعلى بكتير من الفيس بتاع ايه؟ بتاع الكلور. المركب الثاني برضه بيأثر على طبقة الأوزون اسمه ميثايل بروميد، وده بيستخدم في كمان ميثايل أو تقريبا مكونات إيه؟ حشرية. طيب إزاي نقيس أو نقارن ما بين المركبات دي؟ مين تأثيره أعلى من مين؟ عشان أعرف تأثير المركبات دي لازم أخد سكيل. السكيل ده اللي هو الأوزون ريبليشن كويس. الرقم ده بيمثل ايه تأثير المادة دي على طبقة الأوزون بالنسبة للكلوروفلوروكربون. فدايما هنحسبها للإيه؟ للكلوروفلوروكربون. بقى تأثير الكلوروفلوروكربون هتكون رقم واحد. طيب لو مادة قلنا إن الأوزون بتنشر بتاعها خمسة، معناه إن تأثيره بالنسبة لتأثير الكلوروفلوروكربون قد إيه؟ خمس أضعاف تأثير الكلوروفلوروكربون. خلاص؟ طيب لو رجعنا للهيدروكلوروفلوروكربون للسكيل ده هتيجي رقم كام؟ مركب ده هتيجي تأثير كام؟ حاجة تانية زيرو. لأن أنت أصلا مفيش تأثير على الأوزون، فبتأثير الأوزون بتاعه تزيد. طيب حاجة زي الهيدروكلوروفلوروكربون Thank you.
Gracias.
ايه؟
طيارات، ازاي اللي هو ايه؟
يضربوها ايه على الميه كده. اخر حاجه هي الاويل الزيت. البيوتي هاي الاغاني ملهاش منظر تقريبا كده، لو في حركه سياحه في المنظر الثاني حصل حاجه معاك مش قلم حصل تسليك فالبيوت تنزل من ايه او حاجه بيوت المصريه في المنظر الثاني. ممكن تكون حدود انابيب من فوق
او اقدر ان انا اقول ان انا صعب ان انا ايه كنترول الجلوكوز ان انا اقول ايه مايكرو فود. طيب كل ده كده عرفنا الملوثات الموجوده في المرض. ليه بنعرف الملوثات الموجوده في المرض؟ لان احنا هنعمل ايه في المرض؟ Gracias.
Thank you.